نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وتتابعون فيها. هجوم لتنظيم الدولة بمنطقة التاج يخلف 14 قتيلا على الأقل، معظمهم من رجال الأمن العراقيين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم انتحاري على معسكر للتجنيد في مدينة المكلا باليمن. وفي ذكرى النكبة، قوات الاحتلال تواجه مسيرة في بيت لحم بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع. أهلا بكم إلى هذه النشرة. أفاد مراسلنا بمقتل 14 شخصا بينهم 8 من رجال الشرطة في هجوم على معمل غاز في منطقة التاج شمال بغداد، شنه مقاتل ما يسمى بالدولة الإسلامية. وقال مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا تمكن من اقتحام المعمل وفجر نفسه داخلها. وأشارت المصادر إلى أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية قام بنشر انتحاريين قرب المعمل استعدادا لنسفه بالكامل إذا ما تقدمت صوبهم القوات الأمنية. وفي هذه الأثناء أعلنت الشرطة سيطرتها على عامرية الفلوجة بعد هجوم شنه أمس مسلح التنظيم على المدينة. وأضافت أن جميع عناصر التنظيم قتلوا في الهجوم، كما قتل العديد من عناصر الحشد العشائري وقوات الأمن في الاشتباكات. وينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر للمزيد من التفاصيل. طارق، تفاصيل أكثر بخصوص هذا الهجوم، حساسية هذا الموقع المستهدف، وهل تمكنت القوات العراقية من السيطرة على المعمل وإخماد الحرائق داخله؟ معمل إنتاج الغاز سارة، وليس معمل تخزين الغاز، وليس معمل إنتاج الغاز بعبارة أصح، الذي يقع على بعد نحو 13 كيلومترا فقط عن مدخل مدينة بغداد، ويقع ضمن الحدود الإدارية للعاصمة. تم مهاجمته في الساعة 8:30 التوقيت المحلي بانتحاري يقود سيارة مفخخة فجرها على حاجز التفتيش القريب من الشارع العام الرئيسي الذي يربط قضاء التاجي بالعاصمة العراقية بغداد. وبالتالي تم قتل 4 من عناصر الشرطة في التفجير الأول، تبعه دخول 6 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، سيطروا على المعمل بعد أقل من نصف ساعة، قتلوا أكثر من 13 شخصا. الحصيلة لحد الآن ليست مؤكدة فيما إذا كانت قابلة للارتفاع أو لا، نظرا لاستمرار الاشتباكات بين قوات الفرقة 6 من الجيش العراقي وبين المسلحين الذين تمكنوا من الدخول إلى باحة هذا المعمل وسيطروا على معظم أجزائه. وهنالك تحليق لمروحيات الجيش العراقي. لحد الآن قتلت القوات العراقية 6 انتحاريين، لكن هناك مواجهات ما تزال متواصلة لحد الآن على حد وصف بيان قيادة عمليات بغداد. شكرا جزيلا لك طارق ماهر مراسلنا حدثنا من بغداد. في اليمن قتل 31 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح في هجوم انتحاري تبناه ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، استهدف شبانا متقدمين للتجنيد داخل معسكر النجدة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن. ويعد هذا ثاني انفجار دموي تشهده المدينة التي كانت معقلا لتنظيم القاعدة قبل استعادتها من قبل القوات الحكومية الشهر الماضي. في غضون ذلك أفاد مراسلنا بأن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة والمقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة أخرى في منفذ حرد الحدودي مع السعودية. وينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. خليل، هل من تفاصيل أوفى بخصوص هذا الهجوم، وكيف هو الوضع الأمني في عموم محافظة حضرموت التي تشهد في الآونة الأخيرة تصعيد واختراقات أمنية متكررة؟ نعم سارة، يعني آخر المعلومات تشير إلى أن عدد القتلى حتى الآن وصل إلى 30 قتيلا بالنسبة للتفجير الذي استهدف المجندين في مدينة المكلا وتحديدا غربي هذه المدينة، و60 جريحا جراء تفجير
انتحاري فجر نفسه، كان يرتدي حزاما ناسفا في تجمع لهؤلاء المجندين أمام بوابة معسكر النجدة سابقا، والذي أصبح الآن معسكرا لتجنيد أفراد من المقاومة ومن أبناء القبائل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن. والمصادر الطبية تحدثت عن أن يعني معظم حالات المصابين تبدو خطيرة، وهو ما يحتمل معه أن يرتفع عدد الوفيات خلال الساعات القادمة وفقا لهذه المصادر الطبية. هذا بالنسبة للتفجير الانتحار الذي شهدته المكلا حضرموت صباح اليوم. وبالنسبة لبقية التطورات في بقية المدن، يعني تبدو الأجواء هادئة إلا في تعز، فقد أشارت بعض المصادر إلى تجدد الاشتباكات والمواجهات في الجبهة الشمالية للمدينة وتحديدا في محيط جبل الزنوج، وأيضا مع بالتزامن مع قصف يستهدف الأحياء السكنية وسط المدينة، وتجدد المواجهات أيضا إلى الغرب من المدينة وتحديدا في منطقة الوازعية حتى هذه اللحظة. خليل القاهري مراسلنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. يحيي الفلسطينيون اليوم داخل الأراضي المحتلة وفي مختلف مخيمات اللجوء الذكرى 68 للنكبة الفلسطينية الذي يؤرخ لمأساة احتلال فلسطين وتهجير شعبها قصرا من موطنه التاريخي. ففي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية انطلقت صباح اليوم مسيرة العودة التي بدأت مسيرها من مخيم دهيشة للاجئين الفلسطينيين وصولا إلى الحاجز الإسرائيلي المعروف باسم قبة رحيل المؤدي إلى القدس. وواجهت قوات الجيش الإسرائيلي المسيرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين. ومعنا من بيت لحم لمتابعة أجواء إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية مراسلتنا يارا العملة. يارا، دعينا في أجواء هذه المسيرات في بيت لحم وفي الضفة بشكل عام. نعم سارة، نحن الآن ما زلنا نقف أمام الحاجز الإسرائيلي المعروف باسم قبة راحيل هنا في مدينة بيت لحم. هذه اللحظة عاد الهدوء إلى المنطقة بعد أن كانت اندلعت مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين. هذه المواجهات اندلعت عقب وصول مسيرة إحياء ذكرى النكبة 68 هنا في مدينة بيت لحم. ما أن وصل المشاركون في هذه المسيرة حتى قمعتهم قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاقها قنابل الغاز والصوت بكثافة والرصاص الحي، ولكن طواقم الإسعاف الفلسطينية عالجت المصابين هنا ميدانيا، وقوات الجيش الإسرائيلي كما ذكرت فرقت المتظاهرين وانتهت المسيرة. بالعودة إلى هذه المسيرة وإحياء الفلسطينيين اليوم لذكرى النكبة 68، بالفعل انطلقت هذه المسيرة ظهر اليوم بمشاركة مئات الفلسطينيين من أمام مخيم دهيشة جنوب مدينة بيت لحم جنوبية الضفة الغربية. هذه المسيرة أو منظمو هذه المسيرة سيروا قطار العودة، وهو بالطبع قطار رمزي جاب شوارع مدينة بيت لحم بالكامل بمشاركة المئات من الفلسطينيين الذين خطوا على هذا القطار الشعارات التي تؤكد حقيتهم أو تمسكهم بحق العودة إلى قراهم. وأيضا كتب على هذا القطار القرى التي هجرت عام 48. هذا فيما يتعلق في المسيرة اليوم، وهو يعتبر مسيرة مركزية في مدينة بيت لحم، ولكن محافظات الضفة الغربية أيضا جميعها شاركت في إحياء ذكرى النكبة 68 عفوا بخروجهم في مسيرات عدة في مدينة رام الله. قمعت قوات الجيش الإسرائيلي مسيرة كانت وصلت إلى حاجز بيت إيل وأيضا عند معسكر عوفر غربي مدينة رام الله. أيضا كانت هناك مسيرات تؤكد على تمسك الفلسطينيين اللاجئين هنا في الضفة الغربية بأحقيتهم بالعودة إلى قراهم عام 48، ولكن معظم هذه المسيرات قمعت. أريد أن أشير سارة بشكل سريع إلى أن يوم الثلاثاء سيكون هناك مسيرة مركزية في مدينة رام الله، ومساء هذا اليوم ستكون هناك مركبات أيضا رمزية، وهي المركبات التي أقلت اللاجئين عام 48 في مدينة رام الله مساء هذا اليوم، وهو نوع من إحياء ذكرى النكبة 48 سارة. شكرا جزيلا لك يارا العملة، حدثنا من بيت لحم.
أما في قطاع غزة فتم إحياء الذكرى 68 للنكبة من خلال مسيرة مركزية انطلقت من ساحة الجندي المجهول وصولا إلى مقر الأمم المتحدة غربي المدينة، وشارك في المسيرة قادة العمل الوطني والإسلامي والمئات من اللاجئين. علم فلسطين الكبير، خلفه مئات اللاجئين بمختلف أطيافهم وفصائلهم يهتفون إحياء لذكرى النكبة. المفتاح بإيد سلاح، والمفتاح بإيد سلاح، رمز العودة والمخيم بالشرفة. مسيرة مركزية جابت شوارع رئيسية في مدينة غزة، حمل خلالها المتظاهرون علم فلسطين وخريطتها التاريخية. شعبنا رغم كل هذه المعاناة لا زال مصرا على تحقيق حقوقه، لا زال متمسكا بحق العودة ويعتبره حق مقدس لا يمكن لأحد ولا يملك أحد أن يتنازل عن هذا الحق. بالرغم من التفوق العسكري الإسرائيلي وجرائم الاحتلال وحالة الخذلان الرسمي العربي، نحن بتنا أكثر قدرة على العودة إلى أرضنا لأننا أكثر تشبثا بحقوقنا الوطنية. ذكرى النكبة حدث يستلهم الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، ومراكز المخيمات محطة مهمة ضمن هذه الفعاليات، يؤكد من خلالها اللاجئون الفلسطينيون على مواصلتهم النضال من أجل نيل حقوقهم. أطفال ورجال وشيوخ اجتمعوا في مكان يشبه ذلك المكان الذي أقام فيه آباؤهم وأجدادهم إبان النكبة على مدخل مخيم البريجي وسط القطاع. هم اليوم يكتوون كما يقولون بنار الحصار والوضع الاقتصادي الصعب في ظل الانقسام الذي ينخر في عظمهم. نحن نعيش في دمار، في حصار، في لا كهرباء لا ماء، عدنا إلى القرن الأول. الآن المواطن أو اللاجئ في وضع كرب لا يستطيع أن يستحمل أكثر من ذلك، والانفجار قادم على الجميع إن شاء الله. ورغم هذه الصورة التي تبدو قاتمة، لا يزال اللاجئون في قطاع غزة الذين يمثلون نحو ثلثي سكان القطاع يؤكدون على أن حقهم في العودة لأرضهم حق أصيل لا تهزه عواصف السياسة أو رياح المؤامرات. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. وفي لندن نظمت عدة فعاليات لإحياء ذكرى النكبة، شارك فيها فلسطينيون ومناصرون للقضية الفلسطينية. طلبوا الحكومة البريطانية بتصحيح ما وصفوها بالخطيئة التاريخية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. مراسلنا يوسف الحلو تابع هذه الفعالية وأعد لنا هذا التقرير. حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 48 هو حق مقدس، هذا ما شدد عليه المشاركون في هذا المؤتمر الذي عقد في مقر اتحاد الأساتذة البريطانيين في مدينة لندن والذي نظمته حملة التضامن مع فلسطين. متحدثون من داخل المملكة وخارجها شددوا على ضرورة تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم. نرى أن أصدقاء العالم، أصدقائنا في العالم، يحيون هذه الذكرى كما ترون هنا ويشددون على التمسك بالحق الوطني الفلسطيني، وهذا يساعدنا على الاستمرار في النضال وعلى هزم الصهيونية. أهلي تشتتوا وعاشوا بالمخيمات، وزي باقي شعبنا لهم 70 سنة عايشين بالمخيمات بالضفة بغزة بالدول العربية، وإحنا منطالب السنة هاي ومنطالب كل سنة بحق العودة. جدول أعمال المؤتمر شمل على ورشات عمل مختلفة ناقشت كل منها زاوية معينة من النكبة وتبعاتها. هلأ في وعي واضح وكبير بين الشعوب الأوروبية أنحاء العالم أنه في شعب فلسطيني، في قضية فلسطينية، في استعمار، في احتلال إسرائيلي. المطرزات الفلسطينية والكوفية الفلسطينية وزيت الزيتون كانت حاضرة لما لها من دلالة على تجذر الهوية الفلسطينية في أعماق الفلسطينيين مهما طال الزمن. في ذكرى 68 للنكبة يشدد الفلسطينيون والداعمون لقضيتهم على حق العودة ورجوع الملايين من اللاجئين الفلسطينيين من خلال تطبيق القانون الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لأي حل سياسي. بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا شارك عدد من الفلسطينيين والمتضامنين معهم في الاعتصام الذي أقيم أمام السفارة الإسرائيلية في لندن رافعين الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وطالبوا بريطانيا بتحمل مسؤولياتها تجاه مأساة الشعب الفلسطيني.
إذا نحن على قلتنا في بريطانيا نقف ونحتج، أين هي الأصوات التي تقف وتحتج في العواصم العربية؟ هذه الرسالة من أبناء الشعب الفلسطيني ومؤيدي الحقوق الفلسطيني في بريطانيا تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقوقه، أن هؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب أكثر تمسكاً من الأجيال الأولى بحقهم في فلسطين. يوسف الحلو، التلفزيون العربي، لندن. في الشأن السوري، وصلت طائرات روسية قصفها مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة في مخيم حندرات وطريق الكاستيلو بريف حلب الشمالية لليوم الثالث على التوالي، وتحاول قوات النظام السيطرة على المنطقة وقطع طريق الكاستيلو الذي يعتبر خط الإمداد الوحيد للمعارضة المسلحة في حلب. من جهة أخرى، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة منازل المدنيين في مدينة عنادان شمالية حلب، وأردت المعارضة بقصف مواقع للنظام في بلدتي طامورة وباشمرة في المدينة. وهذه النشرة متواصلة معكم من التلفزيون العربي، ونتابع فيها بعد الفاصل. احتدام التنافس بين الزعامات السياسية بجبل لبنان في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية. أهلا بكم من جديد. في لبنان، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، وتجري هذه المرحلة في محافظة جبل لبنان، حيث تتسم الانتخابات المحلية عادة بالتنافس الحاد بين القيادات السياسية. وتجري عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة، ويتجاوز عدد الناخبين المسجلين 80,000 ناخب. وكانت المرحلة الأولى من العملية الانتخابية قد بدأت الأحد الماضي في محافظات البقاع وبعلبك وبيروت، وأسفرت عن هيمنة الأحزاب الكبرى وتراجع قوائم تنظيمات المجتمع المدني. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا ميثم قصير من بيروت. ميثم، لم تحمل نتائج المرحلة الأولى في كل من البقاع وبعلبك وبيروت أي مفاجآت تذكر، وأعادت صياغة ربما نفس المشهد القديم. هل نتوقع نفس الأمر في جبل لبنان اليوم، وما هو حجم الإقبال على صناديق الاقتراع؟ نعم سارة، المشهد في محافظة جبل لبنان مختلف نوعا ما عن بيروت والبقاع، خصوصا وأن في جبل لبنان ثقل مسيحي ولا سيما ماروني في أمكنة من الأماكن، كما هو في جوني حيث أنا متواجد الآن. في جوني تتنافس لائحتان بارزتان، الأولى مدعومة من تيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون، والثانية مدعومة من القوات اللبنانية وعدة زعامات محلية عائلية. الإقبال كثيف هنا، وصل في منتصف النهار الانتخابي إلى 30%. في أماكن أخرى تفاوتت النسب، فمثلا في جبيل ارتفعت نسبة الاقتراع رغم أننا ما زلنا في منتصف النهار إلى 40%، على الرغم من أن ليس من معركة حقيقية، إلا أن اللائحة البلدية السابقة تتنافس مع مرشحة واحدة فقط. في أقضية الجبل حيث الزعامة الدرزية لوليد جمضات والثقل الدرزي نشهد معركة في منطقة الشويفات مثلا بين لائحتين، الأولى مدعومة من طلال رسلان والثانية مدعومة من وليد جمضات ومطعمة بوجوه من المجتمع المدني، ونسبة الإقبال وصلت إلى 25%. في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في قضاء بعبدة، أيضا هناك معركة في عدة بلدات، خصوصا وأن هناك ثقل لحزبي الشيعة حزب الله وحركة أمل، وعلى الرغم من أن التقدم واضح نوعا ما للوائح المدعومة من هذين الحزبين، إلا أن اللافت في هذه الانتخابات أن المعركة لم تجري بشكل سهل لها. فمثلا في منطقة الغبيري هناك لائحة مدعومة من العائلات ومن وجوه كانت في الحراك المدني الذي كان في لبنان في الأشهر الماضية، ويعتقد أن تكون هناك معركة وربما خروقات. هذا في الإجمال في منتصف هذا النهار. يذكر أن سجل بعض المخالفات الانتخابية كدفع رشا في جوني، وفي أماكن أخرى تم توقيف بعض الأشخاص في هذا المجال، ووزارة الداخلية
الداخلية تحرص على أن تلاحق وتواكب هذه العملية لكي تكون على أتم الأوجه وتنتهي بشكل مشرف أو أقل نوعا ما جيد في نهاية هذا اليوم. وسنكون في رسائل ثانية سوف نتابع معك تفاصيل هذا اليوم الانتخابي ميثم مع نهاية هذا اليوم الانتخابي. شكرا جزيلا لك ميثم قصير، حدثنا من جونيا من جبل لبنان. ونتابع الآن جولة سريعة في أخبار الاقتصاد. حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجددا من حدوث تداعيات اقتصادية في حال خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وقال كاميرون إن بريطانيا ستعاني انتكاسة مستمرة ومباشرة في حال حدوث ذلك. أضاف كاميرون أن بريطانيا حصلت في الأعوام الأربعة الماضية على أكثر من 20 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لاستثمارها في مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمؤسسات البحثية في البلاد، مستبعدا قدوم استثمارات هذه القيمة في ظل اقتصاد منهك بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أن المصارف الأوروبية الكبرى لا تزال تتردد أمام التعامل مع إيران بعد 4 أشهر على بدء تطبيق الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران ورفع قسم من العقوبات الدولية عن هذا البلد. خفضت وكالة موديز لتصنيف الائتماني تصنيف كل من السعودية والبحرين وعمان الدول الخليجية الثلاث المتأثرة بانخفاض أسعار النفط، وقالت الوكالة إن النمو الضعيف المرفق بمعدل اقتراض مرتفع وقلة الحوافز الداخلية تعرض السعودية لتقلبات حادة، لكن موديز حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية خاصة بعد خطط الرياض لتنويع اقتصادها. ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، في إشارة إلى تعافي القطاع المهم من الهبوط الذي سجله في السنوات الماضية. وأعلنت جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد قفزت بنحو 9.1% لتصل إلى 1.3 مليون وحدة في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008. وأظهرت البيانات ارتفاع المبيعات في ألمانيا وإسبانيا مجددا بعد الهبوط الطفيف في مارس الماضي. وجهت الصين انتقادات حادة لتقرير وزارة الدفاع الأمريكية السنوي عن الجيش الصيني، واعتبرته تشويها متعمدا يلحق ضررا كبيرا بالثقة بين البلدين. وتوقع تقرير البنتاغون أن تسعى بكين لتعزيز قدراتها العسكرية وبث أنظمة مراقبة في الجزر الاصطناعية التي أنشأتها في مناطق متنازع عليها مع جيرانها في بحر الصين الجنوبي. ونقلت وكالة أنباء الصين الرسمية عن متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية قولها إن الصين تشعر باستياء شديد مما ورد في التقرير وترفضه رفضا قاطعا. الآن إلى إطلالة سريعة على أخبار الرياضة. قاد المصري محمد صلاح ناديه روما لفوز ثمين على مضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدف في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي. وبهذا الانتصار أنهى روما الموسم في المركز الثالث بثمانين نقطة، بينما حل ميلان في المركز السابع بسبع وخمسين نقطة. تقام اليوم 10 مواجهات ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، أهمها يجمع سوانزي مع ضيف مانشستر سيتي على ملعب الليبرتي. ويحتاج السيتي للخروج بنقطة تعادل على أقل تقدير لضمان المركز الرابع المؤهل لدور أبطال أوروبا. أما في حال خسارته وفوز ملاحقه مانشستر يونايتد على بورموث، فإن الأخير سينهي الموسم في المركز الرابع. توج الإماراتي عمر عبد الرحمن بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وذلك خلال حفل جوائز دوري الخليج العربي عن الموسم الماضي.
كما تم اختيار مهاجم نادي الوحدة سيباستيان تيغالي كأفضل لاعب أجنبي، بينما وقع الاختيار على لاعب الأهلي ماجد ناصر كأفضل حارس مرمى. أما الروماني كوزمين فظفر بجائزة أفضل مدرب. توج الزمالك المصري بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بعد تغلبه على الترجي التونسي ب 26 نقطة مقابل 25، ويعد هذا اللقب الخامس للزمالك في البطولة الإفريقية الذي ثأر من خسارته من الترجي في بطولة السوبر الإفريقية قبل أيام. بهذه الجولة الرياضية نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.